الانفورميشن. الفر بتمركز رائع عمل بوش على مستوى الاي لونج، ينجم افر ما يكونش متفطن. الشوط الاولى من عند الفر، شو قادر تعمل يا الفر؟ لا ما ميسي سكند شوت، لكن ليه التريد موجود من عند داتش، تو كيلز لصالح الفر. داتش بال كلاسيك كيل، تمركز سباي ووجود الروتيشن دايركتلي من عند بيست في الباك سايد. كيج موجود، داتش موجوده، انفستر اجينست بيست والتايمنج لصالح بيست. سباي في نفس الوقت كيل على راسه، يمكن نشوفه توا نايف. لا بيرست كيل من عند داتش، وقف فيها سباي عند حده واوت لو. هل يسوي له سبوت؟ اوكي ما في انفورميشن، لا اوكي كان في انفورميشن. ونشوف الارك تبع الفستر من ناحيه الميد، يمكن نشوفه دخوله سريع على مستوى السي لونج. عنده بلاير كلوز ليفت، ما عندهمش المعلومه، يمكن شواطر ياخذ كل الاول. شوف الكروس فاير قاعد يصير. افر وان بكل على شواطر، تريد موجود، بابا بيس هو نجم يعمل، ما نجم يعمل حتى شيء، كان يفقد حياته على يدين افر وان. السكند كيل هذه لصالحه الايم بيست. خليني نقول اللاعب هذا ممتاز جدا. انفستر بكل على اوت لو، تريد موجود، عنده الساوند كيو عديها زوم الاقي اول فلاش موجود من عند سكاي، يتراجع وفما لاعب بالفلانك ما عنده. هذا سيكرز من سباي، اوكي سبيكرز موجودة، معلومة موجودة. تغيير بوزيشن الفار، اوه الفار بالسكند، بالسكند كيل لصالحه، يمكن الثيرد، وهذا اللي صار. الشوت اتكونكتي المرة هذه يا تكسيدو على افر 1 وعنا الوحيد على قيد حياته هو الدوتش، مرة أخرى يفقد حياته الدين. ريتيك شوف لنا السيكرز نزلوا لاعبين ناس الاي سبورتس انهم يتراجعوا كل اول من عند افر 1، لكن تريد موجود من عند شواطر والبانك كيل على افر 1. فلاش من عند بيس، عنده تو بلايرز في الرايت سايد. شوف لنا انفستر ياخذ كل على سباي في نفس الوقت، انفورميشن موجوده وايم هانتر هو اللي ياخذ الكل بالاوبريتور شوت على بيست 4 في 2 حاليا. سباي بلانتد في البومب سايت سي، الفر بالاوبريتور، الماموريه بتكون صعبه وصعبه جدا، ما عندوش النايفز. يعني المفروض سيف اوبريتر هنا والجانز صعبه الصراحه. وفعليا ايماتر دوتشن هنا بشكل سريع، لكن الاربوت موجود على السي جارج. فورمان الاربوت ياخذ الانفورميشن، يمكن يشوف اول بانك من عند بيس، لكن يتراجع ويقرر انه يعمل فلاش حول يا اسيستي زميله في وسط السيلو. اوت لوب كيل، بابا بيس كيل، اوت لوب، اوت لوب دبل كيل وبيس كيل. تريد موجود، شواطر على مستوى السيتي سبون وسباي يتقدموا. داتش بلو اتش بي، عندهم الانفورميشن والبانك يمكن، والفلاك من عند سباي، وهذه السكس راوند تروح لصالح ناصر اي سبورت بعد فوش اوت سايد بي. دخول سريع هو وكاسبر على السايد، اوكي راح نشوف اللوت. شوف اليوتيليتي، شوف اليوتيليتي والتايمينج والكولز. شواطر كيل، سبايب كيل، انفستر ياخذ كيل لنا افر 1 بالشو ستوبر مثل ما ذكرت. باك اند فورث كيز افر 1 كيل اخر، سباي ياخذ تريد على انفستر. افر 1 لو اتش بي وبيس هو اللي ينهي الراوند هيك. كاس خروج على ديجيك وايضا البيستور، وهذه الدبل داش من افر 1 اللي تاخذ الانفورميشن، لكن هني الجرافيتي ويل من شواطر لايقاف هذا البش السريع. لكن ايم هانتر بكنترول سريع من ناحيه سيتي، والكل الاول على اوت لو، لكن شواطر على طول بالتريد يسوي له شت داون. 3-4 اللوك داون خلاص غير متواجد على يد ناصر اي سبورتس. ريتيك راح يكون يمكن صعوبة راح يكون بحكم ان الفريقين حاليا عندهم كمية الليتز الكافية، لكن نشوف فروان لا عنده بومبات لا نيد، فهني قاعد بروح يا ولد. هذا الاوف اينجل الفر بكل على افر 1، كاسبر كلها خلاص شواطر والفر فاستر ينتظر في نهايتها. خليني نقول فلاش موجود، فلاش موجود، لكن شوف التراب واير وتبارك زو كاسبر بكل ممتاز. اوت توب كل على انفستر وشواطر بكل اخر على كاسبر. 3 فيرس 4 حاليا والادفانتج لصالح نصر اي سبورتس. سبايك بلانتد لعب 4 ضد 3 4 ضد 3 تكسيدو. يعني نشوف هني طبعا السموكات من ناحيه الاي لوج، وهذا البومبوت وهذا البارانويا يخرج من فريق جيكي من دوتش، وهذا الفلاش ايضا من بيست بايقاف هذا البوش، لكن الداش من ايمان، لكن شواطر موجود اندر هيفن، لكن هني سباي وشواطر بكل الثار. نشوف هني البونس راوند حق فريق نصر اي سبورت والانجيج والتراب واير. اوكي اوه سباي ناحيه السموك على طول، رده فعل جميله انه يسوي تريد حق الفور، وهذه هي السبايك موجوده لانتش والبارانويا والسيكاس خروجها ايضا داخل السايد، وخروج سبايك سباي ايضا رجع منع بحيته مره اخرى. 4 في 4 حاليا سبايك بلانتد، دخول رائع للسايت بي ديفيوز النايتابي والبوب. النايت تعمل دامج ما عنده حتى حل، ومع الكنكشن وشوف الافتر شوت، خطر شوف اليوتيليتي تم استعمالها. بابا بيست كيل بالوول بانك على كاسبر، رائع جدا الوول بانك هذا شفناه من عند شفناه في سي تي. شوف شو حدث من عند اوت لو نوعا ما على الدوتش، ينزلوا يمكن 90 هيت بوينتس. شوف
كل جيكي اي سبورتس يعني. لكن نشوف قوه المارشال ظهور عليه هانتر هل يسويها؟ لكن اللي الستار هذه الجرافيت وال من شواطر، لكن السبراي من سباي، لكن لا دامج على اي هانتر ودخوله للساد. وهذا قوه المارشال بيس وحالات بساعد اصحابه داخل الساد الشواطر، وهذا الانجيج والاكسكيوشن على بوم سايت اي، والبلانك موجود والدبل فلانك من جيكي اي سبورتس يعني. نشوف طبعا السايفر واف ار 1 انفستر من ناحيه اخرى على اوتلو بالشرف ويخلونه 3-3. حاليا الفار موقف صعب، لكن انفستر بالسولو محاوله انه يحاول يسوي بلاي من هاي الناحيه، لكن اف ار 1 نيد على اف ار 1 لكن موجود الدش من عند الجيت، لكن ايضا استخدام الكوزميك ديفايد على شواطر، والفار هني ايضا بالاب درافت فوق الصندوق كميه الكروس فاير موجوده هني من هذا الايشون جيكي اي سبورت. حاليا شفناهم قاعد يلعبون بستايل ثاني، غيروا طريقه اللعب، شفناهم بعد التكتيكال تايم اوت اوكي قاعد يلعبون بالبايرن هذا بطريقه جميله بحكم انهم سووا كان اكثر من فريق جيكي اي سبورت. لكن هني الضرب الاوبريتر شوت كن كل يسنكشها قاعد يلعبون على الكونتاكت طبعا طبعا ينتظروا ياخذوا الانفورميشن. الفار يمكن ياخذ كل لان انا كرفه ما حتى لاعب خلاص الانفورميشن هو ما عنده سموك موجود كسب الكل على شواطر تريد من عند سباي كل شوي قلت. وشوف الدخول بيكون على مستوى الاي coordinated investor حاول يفف بيك. Now he's in the open و بيست يعاقبه على الشيء هذا. Ultimate position ولا أروع من اللوك داون من أوتلو، وهني رولينج ثاندر موجود والسيكرز موجود على يادي سباي وأيضا على يادي الفار الأوبريتر، وأيضا البليد ستوم يصير لها اكتيفيتد على يادي الفار. خلينا نشوف شنو محاولات جيكي، وهذه الرولينج ثاندر تصيد دوت وتصيد لاعبين جيكي اف ار 1 دوت في حاله صعبه جدا مع استخدام السيكلز ايضا الستون واف ار 1 بالكل الاول على سباي. محاوله الريتيك الان من جيكي اي سبوت اخذ الخريطه الاولى. ناصر 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 وهذا الفار ودوت بالكل الاول يعني اوكي تقريبا منج بي على دوتش. لكن تشوفين ايه ايضا كاسبر من ناحيه اخرى بالدبل رايت كليك على الفور سباي، لكن اي مانتر يعني ايه على شواطر بيس يظل اخر عضو اللي هو اوتلو والتربل كل اي مانتر. شوفنا شيء صار تايمك تايمك على الفور والكل موجود مع دوتش بسبكتر يمكن تريد لا اي مانتر هو يخرجون طف دول هذا ضد اوت جراوند اخر ويدخلون الكروب. لكن هني الفيستر من ناحيه انجيج وفليترز دائما السبكتر يتقدم على اي سلاح اخر من هذا المتر، لكن نشوف هني سباي على محاولة كل على افر 1 لكن افر 1 هو اللي يكون بالمرصاد. سموك اللي حاسب عليه الرؤية ما عنده حتى حل انه يتراجع ويحاول يلعب الريتيك من السيتي سبون مع افر 1 السيكرز لنا الفيرشوت من عند افر 1 على بيست توقفوا عند حدو السيكرز متواصلة انفورميشن موجود على ثلاثة لاعبين على مستوى السيتي. الفر في التوب هيفن نسي حتى مكان اسم البلاصه بالتحديد نسي رافترز رافترز صح يا تكسيدو تذكرته شواطر بالفلانك احتمال يحصل كلين هني على فور 1 ويم هانتر من ناحيه البي هيفن. لكن تشوف هني 3 ضد 4 ريزركشن موجود ايضا لكن الاول هني دخوله لكن الاول لكن فور 1 كل واحد انتقل عن صاحبه وهني محاوله الدخول وهذه البارانويا ودخله من الساد والكل الاول من الباب والكل الثاني يا للهول دايما هني من اي مانتر احتمال يلعب على الوقت يلي يصير ديتك فعليا الكل الاول لكن لا شواطر على الكل الاول على راس اف ار 1 وخروج جيكي من الاي سايد وولف وكوزميك ديفايد شنو هو قادرين يعملوا خاصه الريتيك بالاوبريتر مع عند اي مانتر بتكون صعيبه جدا الماموري عليه ودوتش بالكل الاول. كاسبر في الاخر على شواطر كاسبر بهيل على بريزركشن عفوا على اف ار 1 5-3 حاليا اي مهانتر بكل على بيس اللي قرر انه يبيك ورا الوول ويتعاقب على الشيء هذا. دول ثلاث شخص انفورميشن الفر بكل على انفستر الموجود عند كاسبر سباي بكل على دوتش 1 فيرسس 3 الانفورميشن متواجده سبوتيه اللاعب هذا سباي فيرس كل على كاسبر ممتاز 1 في 2 حاليا شو قادر يعمل يمشي لهيفن هوش متفطن اي مهانتر لا متفطن اي مهانتر والشوت المره هذه كونكت باي من ناحيه البوم سايت اي طبعا انا عارف اللي شيتها لكن كل الاول اي هانتر على بيس اي سوكت لو اتش بي نو ون هيل هير شواطر في تذكره جيده للعبة مركز كونكشن موجوده بيك على اف ار 1 ويعدل بها الدفه خلينا نقول 4-4 حاليا وشي مش كون الكول سمع الكلاود بيرست يمكن يعملها يمكن يعملها ننتظر فيها لكن دراي بيك ما استعملش البارانويا المره هذه ما استعملش السموك باش يوقفهم كان قادر يعمل سموك كان قادر يعمل بارانويا كان قادر يسبامي ورا السموك هذه وينتظر كاسبر انه يساعده شوف كاسبر يحاول بيك دراي مش قادر يعمل ولا شيء
الفستر في نفس الوقت بكل على شواطر. 10 seconds on the clock. I'm Hunter. يوقف البومب. سبايك. هولبر. هولبر دبل كيل. I'm Hunter. I'm Hunter 1v1. التايمينج. التايمينج. عنده تايم. عنده تايم. 1v1 situation. ياخذ الفانتوم. عنده الالتيميت لكن ما يقدرش انه يستعملها تو. 8 بولتس. 8 بولتس اولي اوت نو. سبوت هيد بتاعه. I'm Hunter. قاعد يلعبون جهه الباك باك اي هيفن. باك سكرينز لكن الانجيج راح يكون على البوم سايد بي وطبعا السلو واستخدام الكوزميك ديفايد. يلا كوزميك ديفايد موجوده. سبايك موجوده. دامج موجوده على سبايك. انا كيفاش بشغل حركات الحين مانيش عارف. صعيب وصعيب جدا. الوول بانك. الوول بانك كيل ميبي وهذا اللي يصير. انفستر برا الكيج بدبل كيل حاليا. ديفنس ولا اروع في البي سايد. شواطر بالترين. انفستر ريلود بالتايمينج مش باهي لكن ما فما حتى مشكل. البر على من هيفن الفلاك والاروع. سموك على السيتي. عنده انفورميشن على ايم هانتر. شكون باش يخرج توب؟ ينتظر فيه ايم هانتر يسبوت الهيد بتاعه وهو يخرج توب المره هذه ويصل يروح في الاي سايد باستخدام السلو اورز. تاخير عناصر فريق نصر اي سبورت من ناحيه الاكسكيوشن. نشوف البي سبلت راح نشوف فعليا هذه النيد والسلو اورب كومبوزيشن باستخدام البسته بالكاميرا. السبايك في مكان جدا صعب. وين الكلات من السباي وناصر بيس من ناحيه الميد والاستحواذ على بوم سايد. سهل الاستحواذ على اوكي يدورون على انفستر. انفستر بوزيشن ولا اروع بالكل الثالث الثاني في هذا الراوند على بيست. خليها 1 في 2 سيتويشن. ما زالوا يحاولون ياخذون هذا الراوند. 2 في 1 2 في 1 شلون قادر يعمل شواطر حاليا. التريد موجود و 3 كيل. جيجل بيك جيجل بيك من اوت لكن الفار بطريقه ذكيه قاعد يسوي بوش. عنده معلومات. البارانويا البارانويا كان من صاحبه دوتش. برنيك من صاحب دوتش والسكند كيل ما قدرش ياخذها الفار. 1 فور 1 تريد موجود. ايم هانتر يستراجلي باش يقتل الروبوت هذا ما فما حتى مشكل. السبايك بلانت باش يكون موجود على مستوى الاي سايد. وشوفوا ريتيك على السي تي تو بلايرز وبلاير على مستوى الهيفن. لا روتيشن تصير من عند اوتلو. تو بلايرز على الهيفن تو بلايرز على السي تي حاليا في 4 في 3. كمية اليوتيليتيز يعني عندهم ناصر اي سبورتس حق ريتك ممتازة ايضا. طبعا طبعا طبعا. شوف الكيل. شوف البيك دبل بيك انستنت فيراري بيك. سباي هو اللي ياخذ الكيل بالفرنزي على كاسبر. لنا ايم هانتر كلوز رينج. شنو قادر يعمل كيل اول على سباي بكل الثاني لكن لا دوتش هو اللي ياخذ الكيل على اوت لو. شواطر بكيل على ايم هانتر. شواطر 3 كيلز لصالحه يسكيوري الراوند. هذه البيست الراوند تبع السكند هالف الفريق نصر اي سبورتس. اوكي الصبر شواطر بالفليك وفعليا حصل كل على الفيستر كل الاول خليها 4 ضد 5. ومن ناحيه اخرى يعرفون انه راح يكون في انجيج ما في استخدام حق الستايد. واو الايم بيست السلو على هذا السايد. فريق كيكي اي سبورتس من ناحيه البوم سايد بي قوة الشرفس على ايادي لاعبين الجي سي سي. ويلي دخول اوت لو للسايد بعد هذا الكيل. شوف يا عمرو الشرف يتقدم وفعليا وذكرنا السلو من بيست. عندهم القراءة جميلة. ويلي جامب بيك من انفستر لكن الهيد شوت من بيست متواجد متوقع هذه البلاي اللي راح تكون لكن الالتيميت ايضا خروجه الى البوم سايد اي ودخول الدبل ساتش من افر 1 لكن اوت لو متواجد. كاس بلترد على طول والكيل الثاني على بيست وفي راح البوم سايد اي لفريق كي اي سبورتس 3-3 مرة اخرى يا داون. صح هذا اللي شفناه ودخول سريع كان من عند فريق كي كي على الاي سايد. محاولة طيبة بكل صراحة. تو هولد ذم خليني نقول وات بارانويا يعني خلوا تخلوا بارانويا موجود. شوفوا الفار الفار بيك هذه كيل لصالحه. كاسبر بكيل على شواطر يخلي الفار 1 في 3 والريزركشن موجوده. البي لا افر 1 بعد استحواذ الشو ستوبر. بيست عنده 2 بلايرز على مستوى الايمين. سموك فيدز خليني اقول ايم هانتر وانفستر على مستوى الايمين مش حاولوا يخرجوا من استرا سموك. ميبي سايبر سايفر كيج. دامج على انفستر. دامج موجود. اوكي افتتاحيه على بوم سايت. ايه ما ادري على طول بالاب درافت على الي هيفن. محاولة اخذ المساحات. هذه شغلة الجت. هذه هو لازم كل جت يلعب بهالطريقة. حاليا عند البلاي ستورم راح يسوي الامباكت كبير والاكسكيوشن قاعد يصير على مستوى الاي. لكن السلور بحسن كل الاول وكل الثاني ينهي احلام كيكي على اخذ المومنتم مرة اخرى. 3-2 البلاي ستورم موجودة. ايه ما انت البزنس دبل بيك على مستوى الهيفن وهذا يصير. اوه ماي جاد دبل بيك وكاسبر بدبل كيل على اوت لو سباي. حاليا في 1 في 1 سيج ضد سيج. كاسبر ضد بيست. مين راح يربح الدول هذا بيست؟ لكن البوزيشن هني تبع دوج. الفليك تصير لكن ما تكنكت. شواطر لكن شواطر بالاول الفستر والكل ثاني على دوج. افر 1 لنا بالتريد سريع. الفر ايم هانتر في نفس الوقت بكيل على شواطر. افر 1 بكيل ثاني على بيست.
حاليا 2 ضد 3 في الاي سايت. كيكي قادرين يعملوا سبايك بلانت لكن لازم ياخذ الحذر نتاعهم بما انه كيل جوي قلت موجودة ام هاتر بكيل على سباي او تقول حاله يمكن ما يستعملش الالتيميت حاليا الا ما ياخذ على الاقل كيل على اي مين بلاير. شوف لنا انتظار اي نوع من البيك ساوند كيو موجود. شوف البيك من الالبو ما عنده حتى حل اللاين اب يموت اوكي وفما حتى مشكل. يعني هذه هو الماتش بوينت حاليا حق فريق جي كي اي سبورتس نصر اي سبورتس. ما قدروا يستخدمون لا الريزركشن لا الكوزميك ديفايد لا اللوك داون في الراوند اللي فات. لكن نشوف ايضا هني سباي بالاستحواذ على سيكاس احتمال نشوف باقي لهم اربع راوند بالجيجل بيك. اوكي هذا سيكاس طبعا اوكي عندهم معلومات على البوزيشن وطبعا هني تكونكتي السيكرز كونكتي السيكرز اوت اوف كيل على اف ار 1 ايم هانتر موجود دبل كيل حاليا وكاسبر ينفسخ كيل على شباتر. 4 ضد 2 الريزركشن موجوده من عند كاسبر تخليها 5 ضد 2 في نفس الوقت الريزركشن موجوده من عند بيس لكن كيفاش يعملها التيم ميت بعد عليه والبانك يمكن يحالف الحظ بياخذ كيل على اف ار 1 اللي هو لو اتش بي حاليا يغير البوزيشن تبعه. ممتاز ديسيجن ممتاز الديسيجن هذه ريزركشن على شواتر 5v2 ما عندهم حتى ضد بيرسر وجيكي مع الخساره ضد فوكس جيمنج وهذا على طول الداش الاب درايف الى السايد وجيكي ايفر 1 بالفلاش شواطئ من ناحيه على ايفر 1 وسباي بالكل الثاني على الفسه. يعني البلانت مش يكون موجود على مستوى الاي سايد. جيكي يخسروا زوز لاعبين على التوالي. نصر اي سبورتس بلانت موجود كروس فاير افتر شوك من عند بيست يربح بها الوقت. الولف يخرج متاخر بسبب هذا الفار قادر يطيق اوه البارانويا موجوده بلايند بيبي طبعا ايم هانتر بكل ممتاز تريد من عند بيست موجود وبيست من ناحيه الجارنر نستحوذ على المعلومات وهني يستحوذون على المعلومات عن ايفر 1 هذا الافتر شوك والكلاود بوست ايفر 1 بالكله والاسباي ودخول سريع على السايد واخذ السايد بشكل كلي ثلاثه ضد ثلاثه 3 في 3 حاليا مش يكون ريتيك من عند فريق جيكي نصر كالعاده معناها اخذ السايد سهل بالنسبه ليهم فاخذوا لاعبين صحيح بلانت موجوده نانو سوار موجوده فلاش من عند بيست كان التايمينج يكون صحيح لنا قادر يبانيشي جت لاعب ايم هانتر هذا تخلى على السايد الفر اوي 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 بالدانس الفر تو كيل صار حاليا ما بثري لكن لا كاسبر هو اللي ياخذ دبل كيل كذلك يعدل بها الدفع يخلي يروحوا في 1 في 1 سيتويشن ضد بيست لان سباك ديفيوز يتابع فيها قادر يعملها او لا بيست بالجيكل بيك بيست بالجيكل بيك عارف عارف انه قاعد شنو قاعد يصير ولا مش عارف عارف شنو قاعد يصير ولا مش عارف بيك بعد كاسبر عمل هارف وقراءة حاليا رولينج ثاندر موجودة على يادي ناصر بيك ودخلهم الى السايد الفار بالداش الى تريفل لكن لا هي مسز هيز شوتس ويخسر الدول وايفر 1 من القبر يبعث الروكت الشو ستوبر هذه على الشواتر 3-4 حاليا ايفر 1 قاموا بواجبه وزياده بتو كيلز ممتازين 4-3 سبايك بلانتد كل شيء موجود يوتيليتي موجوده من عند بيست يستعمل الافتر شوك خليني نقول او الكونكشن او التوب كيل على انفستر ام هانتر يحاول ياخذ الكنترول لكن فلاش ينكمل من عند سكاي سموك يوقف بها الشيء هذا لكن سباي بلور سموك بالرغم ان الرؤيه محجوبه عليه والتايمينج على الدوتش سكاي داخل بوم سايد بي فعليا عارفين البوزيشن تبعه يمكن احتمال ديفايد وهذا اللي قلته بالتحديد يا تاكسيرو شوف الفر على مستوى الهبل شوف طبعا دوتش على طول بالسبيد فراري بيك على الفار سؤال كل الاول هني طبعا استخدام السيكرز من على يادي كاسبر من جيكي اي سبوت اف ار 1 وكاسبر ينهون رؤوس اوتلو رؤوس نصر اي سبوتس وهني شواطر اخر عضو متواجد فريق نصر اي سبوتس لو اتش بي ودخولهم الى الشاورز طبعا الفلاش اللي صار من ناحيه الشاورز ينطرون اي نوع من روتيشنز لكن اف ار 1 على اوت لو والاوبريتر من عند ام انتر وهذا هو الحل البوش من البي لونج يعني صار لهم ثلاث راوندات يسوون بوش من البي لونج ما يحصلون اي احد من فريق نصر اي سبورتس الفار يحصل الكل الاول ولا لا لكن كاسبر متواجد من هذه الزاويه من ناحيه اليو بس هالفايده 6-6 يمكن تشوفوا سباي سبوتي انفستر لكن انفستر ما سبوتي سباي كاسبر كلوز فول بلايند بوث بلايرز ار بلايند لكن سباي هو اللي يربح الدول هذا ضد كاسبر ياخذ الكنترول تبع اللامس هي الموجود على بيست دوتش المحبة من اللامس ما عنده حتى ريزن باش يعمل بيك لكن يعمل البيك هذا يتراجع فلاش من عند بيست بيك على لاعب الشاور شوف الاكسشينج تبع الفلاش شوف الاكسشينج تبع اليوتيليتي اليوتيليتي تم استعمالها عليه في راوند يرجع لكن التاج موجود التاج على الليجز كيف جيبها الفر
امبورتنت شوت خليني اقول هيل موجود من عند سكاي لكن سكاي على مستوى الاي وكولاترال واللاين اب من عند كاسبر بالدبل كيل على شواتر وسباي على التوالي لان دخول سريع من عند بيس على مستوى الشورت هو اوت لو تريد موجود انفستر يحكي على اوت لو بيس بالتريد على انفستر كاسبر تمركز رائع من عنده كيل اخر على بيس ممتاز الايم يا كاسبر ممتاز التمركز وجود كول الفارت سموك التي موجوده باش تمسك زوز لاعبين نتصور فما لاعب على مستوى الهيفن لاعب على مستوى السيتي هذا كيل اول من عند الفار كيل الثاني وينه كاسبر كاسبر نو واي كاسبر شنو القراءه هذه التريجر ديسبل كيل اخر ديك موجود وول بانك ديك على بيس 19 هيت بوينتس كاسبر لعبه بطريقه ممتازه ممتازه جدا داتش بدبل كيل اي هانتر غلطة كبيرة تريجر ماتش ميل على السيطرة على اللعب سلك الباب داون ايم هانتر بالكل الاول على سباي واخذ كنترول على بوب سايت اي هذا اللي صار نصر اي سبورتس في وضع ريتيك حاليا كيكي عملوا البلانت عندهم 3 بلايرز كلوز بالشورت افتر شوك موجود الفار شنو هو قاعد تعمل يا الفار فول بلايند كيل ممتاز يا الفار افر 1 بالتريد افر 1 مورا وراء الوول تبع بيس بيس دبل كيل دوش كيل اوكتوب كيل كيفاش صار ريتيك لاين اب لاين اب ليت بيبي ليت ليت ولا لا هي كان يعمل كلاتش من عند انفست فاير على مستوى الشاورز حاليا هم لاعب تتعدى اللامس والبنك موجود شواطر بالكل اوت لوب بالكل كاسبر بكل على شواطر اوت لوب كل اخر لصالحه كيل ثالث ممتاز يا اوت لوب عنده افر 1 افر 1 خرج من السموك اوت لوب شنو وقعت اوكي الادفانتج هنا حق فريق نصر اي سبورتس بكل النواحي جوب الانجيج اوت بالكل الاول على فور وان الفور بالكل الثاني على هيمانتر كاسبر على طول بالتريد على اوت لو هذا هو السبايك أربعة ضد ثلاثة حاليا سبايك بلانت موجودة من وراء السموك كلمة عن شواطر ممتازة يزيد يصعب عليهم المأمورية أربعة ضد اثنين نشوف فايبر التيمت تم استعمالها استرا كوزميك ديفايد موجودة لكن نتصور خليها بيست بكل على الدوتش انفستر كان بيس انفستر بسكت كل شنو اللي قاعد يحدث انفستر في 1 في 4 فيني طبعا هو بالكلاسيك اوكي راوند من فريق نصر اي سبورتس يوتيليتي مع عند بيس وبيك مع عند سباي البيك على سباي هذا اللي قاعد يصير شوف هو لاين اب تو كيلز سباي بالكلاسيك خليه يضرب في تو كيلز بالكلاسيك الفلاش من عند بيس محاوله جميله الصراحه على الدوتش بهذا الباندل لكن اوت لو بوزيشن والان واخذ التليبورت الى البوم سايت اي وشواطر موجود هناك ان نسوام ايضا موجود من عند فريق نصر اي سبورت لكن شواطر واو سكت شوت يمكن ايكو راوند شنو اللي قاعد يحصل مانيش فاهم شواطر بالبوش اخر صالح ونو تايم جي كي انا شوفوا بلايد ستور موجود داش موجود شواطر تابينج شوف اشياء غريبه من شواطر الصراحه والله تابينج ورا السموك لان البلانت موجود يمكن اوت لو يحاول يعمل الدامج كونكشن بالاسترا يوتيليتي اوت لو عنده بلاير في الشاورز يخسر حياته لدين انفستر شواطر في وقت كده على كاسبر 4 ضد 2 حاليا على الاقل ضمنوا السبايك بلانت على الاقل ربحوا حاجه من الراوند لكن خسروها انفستر قاعد يلعب على اللاين ابس دوتش دوتش شنو هو قادر تعمل يا دوتش حتى شيء ضد الفيراري فيك تبع شواطر انفستر نو لاين ابس لاين اب ولا نو لاين ابس عنده تو بويزنز ضد طبعا هذا اللي قاعدين ننتظروا فيه تمركز اللاعبين في مستوى الاي شورت بوش انكمينج على الاي سايت شنو قادرين يعملوا لان الفايبر وول متواجد ايم هانتر اب درافت فيك او فيلها مانيش عارف بالتحديد يمكن ان نشوفه سبري من عند اوت لو لما يسمع الساوند كو تبع البومب كوزميك ديفايد انكمينج تم استعملها او لا لا مازال ما تمش استعملها شوف السباك عند تراك شوف اوت لو اوت لو كيل ممتاز مع الجرافيتي بول والكوزميك ديفايد تم استعملها حاليا الالتي الفار كيفاش يوقف الالت كيفاش يوقف الالت مانيش عارف لا ناصر اي سبورتس لحاله ياخذ كيل على اوت لو الفار ماسك الانجل اخذ البومب ستابن اي سبورتس راح يخرجون من البطوله على ياني نصر اي سبورتس بعد الاداء اللي شفناه بيوم امس 25 كل على ياني الان وعلى هذا الاسرى يعني كم الكل اي ماله تقدر 1.5 والله غريبه جدا شواطر من على السموك وهذا البلانت الكل الاول راح ناصر ايش بيست واوتو من كل على الفسر وجات يخليه فلولس راوند بعد استخدام الكل جوي التيمت كاسبر اخر اوفر فريق جي كي اي سبوت في هذه البطوله نهائيات سترايك اريبيا في جي
تركيا اسطنبول.